خذلان لحظه واحده يمكن يوقع الانسان في خط ينتهي به الى النار لقاء بصديق معين لحظه هذا اللقاء الواحد يمكن ان ينتهي بالانسان الى جهنم الله يتمكن يسوي حركة الأحداث بشكل لا تلتقي بذلك الصديق. الله يتمكن. إذا ما التقيت بذلك تنتهي القضية، تمشي في طريقك إلى النهاية. ولكن حركة الأحداث تتحرك بشكل تلتقي به في مكان معين، هي هاي تكون البداية الى تلك النهايه اللي هي جهنم هذا خذلان لحظه واحده، ليش الله يخذل؟ ليش الله ما يمنع التقائك بذلك الصديق؟ لعله على اثر ذنب معين، الله يقول روح كثير من الأفراد الذين انتهوا إلى عاقبة سيئة البداية كانت لقاء واحد لقاء غير مخطط في مكان عام التقى وانتهى ولذلك يقولون واحد يجب أن يكون يقظ دائما حالة اليقظة لا تقولون أنا إلى الآن ماشي في الطريق هذا مثل الذي يسوق سيارة في طريق ألف كيلومتر مشى انتهى لا كل لحظة معرض للسقوط لحظة واحدة إذا نام يمكن ينتهي يوقع في هاوية وينتهي إلى المستشفى عشرين عام يوقع بالهاوية عمود الفقري يتكسر واحد من الشباب كان صاعد فوق الجبال لحظة واحدة غفل سقط الآن عشرين عام أو أكثر مشلول هذا عشرين عام كيف بدأ على أثر تلك الغفلة لذلك واحد يجب ان يكون يقظ شريط واحد يمكن يسمعه الفرد يغير مسار حياته يجب ان يكون منتبه يجب ان يكون ملتفت